محسن امام ما اعرفش ما لعبش غير 3 سنين بس، فالناس باكل 4 مواسم. 4 مواسم 4 مواسم لعبت 4 مواسم و... ومشيت ليه او ما كملتش مشان ليه؟ كان شوية في اختلاف مع الكابتن حسام، وجهة نظر حسام احترمتها. حسن؟ الكابتن حسام حسن، على الرغم ان هو كان طالبني وانا 19 سنة قبل ما اجي، في اول مرة كان ماسك نادي الزمالك وما حصلش نصيب، وانا مشيت بعد السوبر المصري 2000 السوبر 2014 انا مشيته، الكابتن حسام مشي بعد ب 10 ايام، مسك الاتحاد مشيت رحت ام بي، بس انا ماشي بالاكراه يا كابتن بصراحه، الضغط كان ممكن. طلبت انت يعني ولا حصل ايه؟ انت مضغوط نفسيا لما انت تقعد ال 4 سنين، عدى عليك 8 مدربين، ومع احترام انا كنت بلعب مع كل المدربين، يعني كان الحمد لله ليا نصيب ان انا بشارك. فجأة تيجي مدرب كابتن حسام طبعا يجي يتكلم معاك بطريقة مباشرة ان انت صلاح رقم 5 عندي، رقم 5 في المساكين. قلت لي ان الهدف ده ليه قصة معاك. ماتش ده ماتش اورلاند بتيس، ده كان اورلاند بارتس. اورلاند بارتس اللي هو بتاع جنوب افريقيا. ده كان شوية حلمت بالماتش ده كابتن، ده بجد. وكنا على الفطار قبل الماتش ده اتكلمت مع شيكا وكابتن عيد احمد عيد عبد الملك ساعتها، فبهزار انا بهزر معاه قلت له على فكرة يا شيكا النهارده احنا هنكسب 2-1 ده، وعيد هيجيب جول وانا هجيب جول والله بجد. قال لي لا انت بتهزر، دي فرقة جامدة ان شاء الله هنكسب، بس انت ازاي جت 2-1؟ قلت له ان شاء الله 2-1. الشوط الاولاني عيد جاب جون والفرقه الثانيه جابت جول برضه، 1-1. الدقيقه 60 او 65 طلعت في الكورنر، حسيت ان شاء الله ان دي هتبقى جول، اتلعبت وحطيتها، فجاري عليا يقول لي يا ابن اللعيبه يا ابن ده بجد. ما انا عشان كده بعد ما جبت الجول لقيت شيكابالا اقرب واحد ليك وبيتكلم. ما هو بيجري عشان انا كنت ساعتها بقول له في يعني على الفطار يوم الماتش ده، قلت له انا هجيب جون واحمد عيد هيجيب جول وهنكسب 2-1، وحصل. فهو جاي في اللي هو مش مصدق. ايوه فالحمد لله يعني. ما هو لسه انا نكشف حاجه. كان مين حارس المرمى ساعتها؟ كان الكابتن عبد الواحد السيد. انت قلت لي برضو الكابتن عبد الواحد، قلت له بهزر معاه طبعا كابتني، وطبعا علمني حاجات كتير بصراحه كشخصيه في الملعب، وان انا ابقى انسان متزن ازاي، واتعلم وابقى حب النادي، وعلمني حاجات لحب النادي، واستحمل ازاي على الفلوس والكلام ده كله. فانا كنت قريب للكابتن عبد الواحد، وكان هو بيحب لعبي بصراحه، يعتبر اخو الصغير. فرحت للكابتن عبد الواحد في زائد منك كمان الرؤيه فيها هدف فيه. قلت له كابتن في واحده على اليمين ارضي. قال لي لا بلاش بقى صلاح، ما تهزرش ما تهزرش، ده ماتش مهم قوي ما ينفعش. قلت له لا ربنا يستر وان شاء الله هنكسب، بس في واحده على اليمين ارضي. وجت راح متخانق معاه بعد الماتش. كنت لسه اقول لك ده لو منه بعد الماتش يمسكوا يدوك علقه. ضربني وشيكا برضه. لا شيكا شيكا تمام بيستقبل. بس استغربوك اكيد ان انت قلت بحذافيره يعني الماتش كله في الحلم. هي بتبقى توفيق يا كابتن والله، ومش اول مره قلتها، في كم مره قبل كده. بتتفائل وتشام اصلا؟ شويه سن تفاؤل تشام اتفائل شويه. كنت بتحس انك ممكن تجيب جون قبل ما تجيب جون في يعني يوم الماتش وانت في الغداء وانت مع اللعيب؟ وانا لا وانا طالع الكوره بجد والله 80% مثلا، لو من الاجوان اللي انا جبتها دي معظمها ببقى حاسس وانا طالع. ده حقيقه، هي بتبقى تصدق نفسك الجون، ان انت تصدق نفسك يعني، وبتفكر طبعا قبل الماتش زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، ان انت بتراجع بتراجع مواقف الملعب، مواقف الملعب، وازاي في التمرين انت بتحطها وبتكرر الكلام ده بيحصل. يعني انت تفكره في ذهنك وتصدقه من قلبك، هتنفذ كل يوم.